مرحبا اصدقائي وياكم حارث المهندس رجعنا اليوم وياكم بعرض لواحده من اجمل الفلل اللي انا شفتها في تركيا وفي مدينه انطاليا كالكان بالتحديد. عرض اللي عندنا اليوم طبعا مثل ما نشوف منظر واطلاله خياليه على البحر على الجبال على جزر، هاي طبعا الجزيرتين يعني اللي امامنا جزيره الافعى وجزيره الفار هي ايضا جزر مشهوره. حتى من هنا تقدرون تشوفون اليونان، يعني هذه المنطقة منطقة راقية جدا، العرض اللي عندنا اليوم هو لفيلا مستقلة بالكامل، مع كراج خاص، مسبح خاص، حدائق، الفيلا ثلاث طوابق، الفيلا تتكون من أربع غرف نوم وصالون مع بالكونات عدد اثنين، مع سطح مجهزة بأثاث رائع جدا، مجددة بالكامل، الحمامات الأرضية، حتى في غرفة النوم يوجد لدينا جاكوزي، هذه الفيلا يعني الناس يشتروها او يستثمرون فيها للايجارات في موسم الصيف، مدينه كلكان هي واحده من المدن اللي مشهوره بالسياحه مال الفلل، يعني هنا ماكو فنادق هنا اغلبها فلل، الفلل اللي عندنا اليوم هي مساحه 450 متر، مساحه البناء اكثر من 250 متر طبعا تحت هذه الفيلا يوجد عندنا شقه منفصله غرفه نوم وصالون وحمام ايضا تكون عائده لكم يعني ممكن تكون للضيوف ممكن تكون كمخزن تستخدموها مثل ما نلاحظ امامنا عندنا هنا المسبح عندنا هنا المنظر اللي ابد ما يغلق لان احنا في منطقه مرتفعه إذا نلاحظ هناك بالاسفل يوجد السنتر مال مدينة كلكان اللي هو على بعد فقط 400 إلى 500 متر وكذلك البحر على بعد فقط 300 متر، يعني المنظر دائما يكون بهذه الجهة يكون ممتاز لأنه احنا باعتبار جهة جنوبية بالكامل فنكون مسيطرين على المنظر بصورة كاملة. العائد الاستثماري لهذه الفيلا سنويا يبلغ بحدود ال الف باوند او بحدود خلينا نقول الستين الف يورو واللي هو مبلغ جدا عالي بالنسبه للايجارات السياحيه، راح اوضح لكم السعر في نهايه هذا الفيديو، راح اخذكم بالبدايه بجوله في هذه الفيلا واللي انا في نظري واحدة من اجمل الفيلا اللي شفتها لمواصفات عديده، اولا هذه الفيلا تكون مباشره على الشارع، فيها قرات سيارات، هذه الفيلا مستقله بالكامل فيها خصوصيه، الطريقه اللي مصممين بها الفيلا تكون الفيلا اللي على اليمين واليسار ما يقدرون يباوعون عليكم والفيلا اللي تحتكم هي اصلا تحتكم نادرا ما تلقون في كلكان اللي هاي المدينه اللي مثل ما ذكرنا تابعه الى مدينه انطاليا تلقون فيلا بهذه الاستقلاليه وبهذه الخصوصيه طبعا هذه الفيلا تصلح للاقامه العقاريه لانه هذه المنطقه مفتوحه فيها الاقامات اغلب الناس اللي موجودين هنا هم يجون فقط في فترات الصيف ولهالسبب هذه تكون ايجاراتها ممتازه هنا هذه الفيلا اك يعني اكثر من ثمان اشخاص ممكن يسكنون في هذه الفيلا في وقت واحد لانه فيها اربع غرف نوم وفيها اربع حمامات في غرف النوم، ففيها خصوصيه جدا ممتازه، الماركتات قريبه عليها، ال... يعني الماركت اقرب واحد على بعد 300 متر، الجامع قريب عليها، السنتر قريب عليها، القصاب والمواد الغذائيه تكون قريبه عليها، يعني فيلا بها مواصفات عديده، اتمنى ان شاء الله راح يعجبكم هذا الفيديو، ابقوا ويانا نشوف كل هذه التفاصيل، خليكم ويانا. امامنا الجراج مع السيارات طبعا الفيلا مالتنا اسمها فيلا حياه هنا طبعا المنظر مثل ما نشوف من الدرج يبين راح ننزل هذا الدرج ابقوا يانا في هذا الفيديو هذه امامنا الفيلا مالتنا مثل ما نشوف طبعا بالبدايه راح اشوفكم الشكل الخارجي ثم راح ندخل من المدخل الرئيسي تصميم اكثر من رائع اذا نشوف هنا طابقين وايضا عندنا سطح بالاسفل كل هذا اللي نشوفه امامنا هو صالون غرفه جلوس وكذلك مطبخ وهنا عندنا نعرف... غرفه نوم اولى فوق عندنا غرفه نوم وهنا غرفه نوم وهنا ايضا ماستر روم يعني عندنا ثلاث غرف نوم فوق مع ثلاث حمامات في الاسفل عندنا غرفه نوم مع حمام وكذلك مع غرفه جلوس او صالون كبير جدا هذا هو المسبح مسبح ممتاز الفيلا مثل ما نشوف بحاله ممتازه وبس لاحظوا معي المنظر شوفوا المنظر على مدينه كالكان قريبين احنا من البحر قريبين من سنتر كالكان على بعد تقريبا 300 متر شيء لطيف جدا طبعا هسه راح اصعد بالاعلى راح اشوفكم ايضا يكون عندنا صورة اوضح هنا عندنا هذا الدرج ياخذنا للحديقة هذه تحت ايضا حديقة هنا هسه اذا اجي اشوفكم اياها منها هذه ايضا تابعة للفيلا هنا وكذلك يوجد غرفة نوم وصالون منعزلة عن هذه الفيلا ايضا تابعة للفيلا عملاقة هذه الفيلا مساحة اكثر من 400 متر طبعا هنا هذه الفيلا مثل ما نشوف فيها آه، ثمان كراسي هنا، ثمان كراسي هنا، وأربع غرف نوم يعني هذه لأن الفيلا تعطى للإيجار هذه آه يعني شيء لازم تعرفوه في كان أنه كل ما يزيد عدد الغرف كل ما تزيد قيمة الإيجار شوفوا المسبح أمامنا يعني شيء جدا لطيف وأنتوا تسبحون بالمسبح عندكم هذا المنظر إذا لاحظوا على البحر وهناك طبعا بالخلف عندنا مكان للمعدات آه مع المسبح هنا طبعا عندنا غرفة جلوس خارجية جميلة جدا مثل ما نشوف امامنا و طبعا هذه الشجرة بس تتقلم يكون هنا منظر بحر ايضا 180 درجة خلونا ندخل للداخل اشوفكم الفيلا من الداخل اكثر من رائعة الفيلا طبعا هنا عندنا ايضا مكان للجلوس فيه مثل ما نقول في يعني ظل ومن تجون هنا تقعدون راح يكون ايضا المنظر عندكم بهذه الطريقه هسه راح ادخل من المدخل الرئيسي واكمل لكم الفيديو ابقوا هذا امامنا المدخل مال الفيلا مثل ما نشوف طبعا هنا المدخل الرئيسي اللي شفناه في الفيديو وايضا يوجد جراج للسيارات و30 درجه تنزلوها تدخلون الى الفيلا وايضا عندنا من هنا مدخل على الشقه مالتنا اللي هي غرفه نوم وصالون كذلك مدخل مشترك مع الفيلا الثانيه طبعا خلونا ندخل للفيلا بالبدايه نشوف التفاصيل مالتها هذه واحده من اجمل التصاميم الموجوده للفيلا لانه فيها اولا خصوصيه وفي نفس الوقت فيها كذلك يعني منظر جدا جميل من كل الغرف من كل زوايا مثل ما نقول شوف التقسيم مالتنا اعتقد يعني ما شايفين انتم فيلا قبل بهذا التصميم انه تكون الصالون بهذه المساحه او غرفه الجلوس هنا المطبخ وهذه هنا المسبح و طبعا مثل ما نشوف منظر على البحر موجود من كل الغرف من كل الاطراف، هنا عندنا غرفة نوم اولى، هذه تكون ممتازة للناس كبار بالعمر يقدرون يعني تكون سهلة عليهم، هنا طبعا عندنا حمام اول، يوجد اربع غرف نوم في هذه الفيلا واربع حمامات ومثل ما ذكرت يوجد غرفة نوم وصالون في الاسفل، خلونا بالبداية كالعادة نبلش بالصالون، طبعا على اليمين راح يكون عندنا هذا المطبخ اللي هو ديزاين امريكي رائع، طبعا الاثاث كله مثل ما نقول كلاسيك ديزاين موجود بهذه الفيلا وايضا اغلبها جاي من امريكا يعني شيء جدا لطيف لاحظوا مع المنظر يعني انتم تمشون في هذه الفيلا ومن كل طرف تشوفون منظر على البحر هنا عندنا طاوله طعام كبيره تسع لثمان اشخاص هنا عندنا مكان للجلوس بالخارج عندنا مكان للجلوس في كل مكان وهنا هذه ايضا مثل ما نشوف امامنا مكان التلفزيون وهذه الطاوله ولاحظوا المنظر يعني الصراحه ما تحتاج انه توصف المنظر بقد ما تقدر تشوفه. والمنظر يصير بعد احلى من تصعد الى فوق. يعني هذه هي المساحه مال الصالون واسع جدا يعني ما شاء الله الصالون جميل وايضا الديزاين آه ذوق جدا جميل وكواليتي عاليه في هذه الفيلا. هذا امامنا المسبح يعني هم عندكم هنا أنا منظر على المسبح وبنفس الوقت منظر على البحر والجبال وكل شي موجود في هذه الفيلا بكواليتي عاليه مؤثثه بالكامل ثلاجه غساله غساله صحون كذلك آه كافه الاجهزه الكهربائيه هذا هو الخارج مثل ما شفنا في الفيديو وهنا عندنا اذا تلاحظون كل الشبابيك والابواب تكون دبل جلاس وفي نفس الوقت يعني تقفل باحكام وايضا عندنا هنا كلها مجهزه بهذه حتى تمنع الحشرات من الدخول لاحظوا خلونا نفوت على اول غرفه او الحمام هذا هو الحمام في هذا الطابق وليس تواليت وانما حمام وكله مجدد مثل ما نشوف امامنا وهنا غرفه نوم اولى هذه امامنا مساحتها حلوه وهذا السرير ومن هذه الغرفة شوفوا وياي المنظر وأيضا فيها باب تأخذنا على التراس الخارجي واللي مثل ما ذكرنا هاي ممكن هنا تنشال تكون المنظر رائع جدا هنا منطقة للشواء أيضا خلونا نصعد للطابق الثاني طبعا هنا عندنا مكان للغساله مال الملابس ومخزن نقدر نقول وهذا الدرج ياخذنا الى الطابق الثاني واللي هو فيه ثلاث غرف نوم وكذلك ثلاث حمامات وايضا تراس ثاني شوفوا هنا أنا هذا التراس الرئيسي اول ما نصعد لاحظوا معي شيء لطيف لطيف جدا شوفوا المنظر مع العلم اليوم الجو نوعا ما غائم هنا عندنا حمام الثاني في غرفة النوم وفي نفس الوقت هذه غرفة النوم الثانية بنفس مساحة غرفة النوم الأولى أو أكبر قليلا لأن الحمام يختلف ديزاينه ولاحظوا المنظر يعني الصراحة كلمات ما توصف المنظر هذا لأنه جميل جميل جدا هذه الفيلا الحلو فيها أنه فيها خصوصية يعني أنتم يمكن ما تعرفون في مدينة كالكان بس كالكان المدينة هي خاصة بالفلل بالتالي آه يعني ما تلاقون فلل تكون بهذه الخصوصية يعني هنا انتم من تسبحون ما حد راح يباوع عليكم مننا لان هذه هي الفيلا مالتنا ما حد راح يباوع عليكم مننا ومن هنا ما حد يقدر يباوع عليكم يعني شيء لطيف جدا شوف هذا امامنا هو الهاربر او ميناء السفن يعني من البالكون مالتكم يبين طبعا بالليل تكون هنا مناظر رائعة احاول اشوف لكم في هذا الفيديو ويعني هذا هو الهاربر مسافة تقريبا 500 متر إله سنتر هنا تقريبا 300 متر يعني بالسيارة خمس دقائق انتم نازلين وشوفوا المنظر شيء لطيف جدا الصراحة يعني واحدة من اجمل الفيل اللي شفتها في تركيا كلها مو فقط في كالكار خلونا نكمل ندخل على باقي الغرف شوفوا كل الارضيات الحمامات الاثاث طبعا هذا الدرج ياخذنا ايضا للطابق الثالث اللي راح نصعده واللي هو فيه ايضا السطح هذه ايضا غرفه نوم اضافيه مثل ما نشوف امامنا وكذلك فيها حمام هذا هو الحمام تواليت وكذلك الشاور و الفيلا تسع للعوائل الكبيره بكل سهوله هسه راح ندخل الى احلى غرفه في هذه الفيلا شوفوا المساحه هذه يعني هي هاي اللي تسمى بالماستر بيدروم لانه المساحه مال الغرفه كبيره جدا هنا عندنا الحمام الخاص في هذه الغرفه هنا عندنا جاكوزي وهنا عندنا السرير ولاحظوا معي المنظر مالتكم من انتم قاعدين بالجاكوزي يكون يعني انتم بنفسكم احكموا على هذا المنظر هذا ايضا السرير مالتنا وحتى من السرير اذا لاحظ المنظر جدا رائع مثل ما نشوف يعني ممكن هنا تجلسون على هذا المنظر الحلو واللي صراحة ما ينمل ابدا لانه هذا مو فقط بحر هذا بحر وايضا جبال وجزر بالتالي يعني اكو خليط جدا رائع اليوم طبعا الجو غائم لهالسبب مو كلش واضح البحر لكن صدقوني لو كان الجو ممتاز كان شفتوا منظر رائع رائع والالوان مال هذا البحر تكون ممتازه غرفه نوم كبيره جدا مع جاكوزي ومثل ما ذكرت كل المواد المستخدمه درجه اولى وهنا ايضا الحمام الخاص في هذه الغرفه وهنا عندنا التراس الثاني هذه غرفه او مكان للجلوس وهذا هو المنظر امامنا وانتم بنفسكم تقدرون تحكمون على المنظر يعني في كل زاويه عندنا نوافذ أه الصراحه التصميم لهذه الفيلا تصميم اكثر من رائع وايضا من الداخل الاثاث المواد الموجوده بالداخل جدا ممتازه راح نصعد للسطح واللي هو فيه منظر مفتوح على كل مدينه كركان هذا هو السطح مثل ما يشوف امامنا و انتم بنفسكم تقدرون تحكمون على المنظر يعني هذه بالليل كلها الاضويه تكون شغاله والمنظر يكون جدا رائع الصراحه وهذه هي البله مالتنا ابقوا يعني نتكلم عن تفاصيل هذه الفيلا واللي هي مثل ما ذكرت وحدة من اجمل الفيلا الموجودة طبعا بالبداية راح انزل تحت للطابق الاخير الارضي اشوفكم الغرفة نوم وصالون ومن ثم نتكلم عن السعر وكل التفاصيل ابقوا ويانا يعني. وهذه امامنا كلها الفيلا مالتنا هذه الحدائق هذاك المدخل طبعا هنا عندنا هذه الشقه اللي تكلمت عليها هنا عندنا حديقه ايضا ممكن تستغلوها ترتبوها آه، هذا المدخل مال هذه الشقه من هذه الجهه منعزله مثل ما راح نشوف حاليا دا تستخدم كمخزن تخزين الاغراض هنا طبعا ممكن يكون الصالون وعندنا هناك اذا ندخل نلاحظ هنا عندنا حمام هذا الحمام طبعا هم مجدد بالكامل يعني جاهزة للسكن وهنا عندنا غرفة النوم مثل ما نشوف حاليا هنا كلها أغراض هذه هي ممكن تستغل للإيجار أيضا خلونا نتكلم عن كل التفاصيل بقوة يعني مثل ما شفنا في عرض اليوم فيلا جميلة بمواصفات عالية جدا هذه الفيلا تقع في مدينة كالكان التابعة لمدينة أنطاليا في تركيا، واحدة من أجمل الفيلا الصراحة اللي شفتها لأسباب عديدة، أولاً الموقع، الموقع مالتها ممتاز مباشرة على الشارع، قريبة من الماركتات، قريبة من الأسواق، قريبة حتى من الجامع، ثانياً المنظر والإطلالة الصراحة خيالية، المنظر منظر على البحر، على الجبال، على الجزر، على الطبيعة الخضراء الموجودة في مدينة كالكان. هذه المدينة التي تشتهر بسياحة الفيلل طبعا الفيلا تحتوي على مساحة أكثر من 450 متر مساحة أرض أكثر من 250 متر مساحة بناء الحلو في هذه الفيلا انه فيها امكانيه اضافه العديد من الامور، تتكون من ثلاث طوابق، اربع غرف نوم وصالون مع وجود اربع حمامات في كل غرفه نوم يوجد حمام، بالكونات عدد اثنين وسطح كبير جدا بامكانكم تضيفون عليه غرفه، بامكانكم تعملون حديقه شتويه، في هذه الفيلا الصراحه رفاهيه عاليه، يوجد جاكوزي حتى موجود في غرفه النوم، منظر واطلاله ابد ما تغلق لانه مباشره تكون فوق الفيلا الثانيه وايضا خلفها يكون الشارع يعني خصوصية جدا رائعة على اليمين يوجد مثل جدار الفيلا يغطي على اليسار يوجد أشجار أمامكم تكون الفيلا أنصى من عدكم بالتالي فيها خصوصية رائعة لهذه الفيلا وهذا الشيء صعب تلقوه في مدينة كالكان في الفيلا لأن دائما الفيلا اللي تكون فيها خصوصية قليلة في هذه المدينة بسبب أنه يعملوها ب طريقه وتصميم حتى يوفرون المساحات الفيلا اللي عندنا اليوم الاحلى من هذا كله انه فيها ايضا شقه اضافيه تحتها غرفه نوم وصالون بامكانكم استخدامها للاستثمار استخدامها كغرفه للضيوف او ممكن كمخزن الفيلا مالتنا تتكون من مسبح خارجي كبير من جراج للسيارات يسع لأكثر من ستة سيارات من حدائق موجودة ممكن ترتبوها وبإمكانكم إضافة الكثير من الأمور هذه الفيلا الأحلى من هذا كله أنه فيها عائد استثماري ممتاز بحدود الخمسين ألف باوند سنويا واللي هو يعتبر رقم كبير جدا وأيضا تصلح للإقامة العقارية طبعا هذه الفيلا كانت معروضة قبل بسعر مليون ومئة ألف يورو حاليا معروضة للبيع العاجل بسعر سبعمية وخمسة ألف يورو فقط واللي هو يعتبر سعر ممتاز جدا اتمنى ان شاء الله يا رب اعجبكم هذا الفيديو نشوفكم يا رب ان شاء الله بالفيديو الجاي لا تنسون تتابعون هذه القناة نشوفكم بالفيديو الجاي